اهلا بكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل. حلقه جديده يوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019. كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص احنا على اعتاب نهايه سنه جديده ونهايه سنه وبدايه سنه جديده. كل سنه وانتم طيبين، وصباح الخير ميرفت، وكل سنه وانتم طيبه. صباح الخير يا شباب، وكل سنه وانتم طيب. ما اعرفش يعني كل سنه طيب عشان السنه الجديده يعني. خلاص ماشي. كل سنه وحضراتكم طيبين، وصباح الخير على حضراتكم، وان شاء الله يوم يكون جميل ومليان بالاخبار الايجابيه زي الاخبار اللي احنا جايبينها لكم معانا واللي دايما بنجيبها لكم مع حضراتكم. عندنا النهارده زي ما عودنا حضراتكم بيكون معانا موضوعين رئيسيين هما بيكونوا موضوعات او محور حوارنا في هذا الصباح. والنهارده هيكون معانا موضوع مهم جدا، او الموضوعين في الحقيقه مهمين وبيخصوا الاسره المصريه وكمان الشباب بشكل اساسي. معانا اطلاق المرحله الثانيه من مشروع 2 كفاية لحماية المرأة والطفل، وان هو بيحد من الزيادة السكانية، وان هو انت عندك كم حاجة؟ عندي واحدة. انت تلحق، انت انا عديت انا عديت خلاص. طيب ده هيكون اول حوار معانا النهارده، وهيكون معانا ضيفه الدكتوره رانيا فخر الدين رئيس الاتحاد النووي لحمايه المراه والطفل، عشان هتكلمنا عن هذه المبادره، مبادره 2 كفاية. وطبعا هيكون معانا في حوارنا الثاني موضوع مهم جدا يخص الشباب. فعلا موضوع مهم، والدوله وفي توجهات من الدوله بهذه المرحله او هذه المبادره، وهي مبادره جديدة من الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي طبعا، ودعم مالي بيقدمه البنك المركزي. زي ما أعلنت الحكومة في حوالي 4500 مصنع بيجري العمل فيهم حاليا، وبيتم تهيئة الأجواء لكل الدعم سواء من البنك المركزي والدعم التمويلي وغيره لأصحاب هذه المشروعات. وإحنا شفنا امبارح افتتاح سيادة الرئيس لمدينة دمياط للأساس، وكان في حوالي أكثر من 1300 ورشة المفروض برضو هيستفيد منها صغار ومتوسط الشباب. بالضبط، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن احنا في قناة النيل الأخبار هنا غطينا موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل واسع جدا، ويمكن كان من ضمن الحلقات في احدى قنوات في احدى برامج القناة. تم التواصل بالفعل مع المعنيين بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستفاد منها عدد كبير جدا من المتابعين للقناة. النهاردة هنكمل مع حضراتكم كل ما هو مفيد في هذا الشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هيكون معانا الأستاذ ياسر الساقة، وهو رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعني أتمنى أن حضراتكم تتابعوا هذا الحوار. بالإضافة إلى كده مشاهدينا الكرام، في فقرات ثابتة زي كل يوم في هذا الصباح بيكون في استعراض لأبرز العناوين والأخبار اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة صباح هذا اليوم الأربعاء. تمام، هنبدأ مع حضراتكم أخبارنا اللي بتكون معانا، وهنروح لأول خبر ولكن بعد خير. معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هنتكلم عن عنصر مهم جدا في عناصر اللياقه البدنيه، عنصر الموبيليتي. ايه هو الموبيليتي؟ هي الموبيليتي دي عباره كل مفصل بيبقى ليه مدى حركه بيتحرك فيه. المدى الحركي ده احنا لما بننميه بنقلل من احتماليه اصابه المفصل او احتماليه اصابه العضلات. النهارده هنتكلم عن اهم حاجه هي الشولدر موبيليتي. هوريكم بعض التمارين الشولدر موبيليتي اللي هتساعدكم، ممكن تسخنوا بيها قبل التمرين وممكن تستخدموها في تمرينكم. هتساعدكم ان انتوا كتفكم يكون احسن، وكمان هتساعدكم ان انتوا البرفورمانس بتاع الموسلز او الجوينت الموفمنتس بتاعتها تبدا ان هي تتحسن، فبالتالي هتحمي نفسك جدا من الاصابات. وده عنصر مهم جدا لازم تهتموا بيه اثناء التمارين الرياضيه، سواء كنت بتلعب رياضه في جيم او سواء كنت بتتمرن اي رياضه او بتتمرن في البيت. اول تمرين معانا هنحتاج نجيب بار. هبدا ان انا امسك البار بالشكل ده،
هنام عادي جدا وامسك البار من ابعد زاويه ليه. كل ما انا الفيتنس او الموبيليتي ليفل بتاعها هيتحسن كل ما هقدر ان انا ضيق ايدي على البار وابدا العب بالشكل ده. لازم اتاكد قبل ما العب التمرين ان انا المفصل بتاعي سليم يقدر يعمل التمارين دي. تاني تمرين معانا هبدا ان انا اخلي ايدي بالشكل ده والفها لورا وارجع تاني بالبار قدام والف البار بالجنب وارجع وهكذا. وبعد كده اغير ايدي التانيه هبدا ان انا برضه اعمل نفس التمرين. دول اول تمرينين معانا. تالت تمرين هستخدم فيه الكاتل بيل. هبدا ان انا امسك الكاتل بيل واخلي الجزء اللي فيه اللي شبه الكوره فوق وابدا ان انا اخلي ايديا 90 درجه 90 درجه 90 درجه و90 درجه اجين. خلصت رايت هلعب ليفت هكذا. تالت تمرين معانا هبدا ان انا اخلي كتفي فوق بالشكل ده والفه حركه دائريه وارجع لورا واطلع تاني لقدام كاني بعوم. التمرين ده برضو مهم جدا ان هو يقوي عضلات الابر باك. وكمان معلومه مهمه لازم تعرفوها عن الموبيليتي. الموبيليتي لما انت بتحسن من حركه المفصل بتقلل اللود وبتشغل العضلات اللي حوالين المفصل، فبالتالي الناس اللي عندها طقطقه كتيره بتيجي في مفاصلها زي كتفها او ركبتها تقدر ان هي تمارس تمارين الموبيليتي. هتسهل عليها كتير حركه المفصل وكمان هتقلل من احتماليه خشونته وكمان هتساعدها في المدى الحركي بتاع المفصل وهتقلل احتماليه الاصابات وكمان هتقلل حركه الطقطقه اللي ناس كتير بتعاني منها وبتواجه فيها مشكله كبيره. كل ده لازم تتاكدوا ان انتوا بتعملوا تمارين الموبيليتي دي في خلال تمارينكم او في خلال يومكم الطبيعي تقدروا تعملوها سواء كنتوا تلعبوا رياضه او لا. هتساعدكم كتير ان انتوا تحسنوا من حاله جسمكم وحاله عضلاتكم. تابعوني في الحلقات اللي جايه هبدا اشرح لكم عن عناصر اللياقه البدنيه وهعلمكم ازاي تتطبقوا عناصر اللياقه البدنيه سواء في البيت او في الجيم او لو شخص بيلعب رياضه. بكم جديد مشاهدينا الكرام لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي هنبتدي اولى فقرات هنستعرض مجموعه من الاخبار والتقارير السريعه والخفيفه اللي بنتمنى تنال على استحسان حضراتكم. طبعا احنا لسه كنا بنتابع الرياضه ومش هتكلم كلام انشا بقى ان الرياضه جزء لازم يكون من حياتنا وكل الكلام ده، ولكن بالفعل الرياضه يا شهاب بتقدر انها تغير سلوكيات الانسان الرياضي بشكل كبير جدا وخاصه الشباب. صحيح. ويمكن احنا في الفتره الاخيره بنشوف حالات غريبه على المجتمع المصري ويمكن ده في اطار غياب الخطاب الديني الى حد ما او عدم مواكبه الخطاب الديني الوضع او التطورات الحاليه، وده اللي دعا دار الافتاء ان هي تدعو الشباب للاستثمار في صحتهم وعافيتهم بشكل كبير جدا ان هم يشغلوا اوقاتهم بالرياضه وبالتعبد وبالتقرب الى الله. ده كله بيحميهم من اي افكار متطرفه ممكن ان اي جماعات الضلال ان هي تحاول تدخل لهم من خلالها، وبتحاول كمان توصل للشباب من خلال افكار وطرق تواصل جديده يمكن مش متعودين منها سواء من الأزهر الشريف أو من دار الإفتاء زي الموضوع اللي معانا النهاردة، إنها بالفعل عملت فيديو للشباب بتخاطبه بأهمية الحفاظ على صحته وعافيته وإزاي يستثمر شبابه. بالضبط يا ميرفت، وإحنا عارفين أهم مرحلة في حياة الإنسان هي مرحلة الشباب، وطبعا علشان كده كل المجتمعات وأي حد له غرض بيستهدف الشباب أول حد لأنه المفروض العافية والصحة و كل ما شيء كويس في عمر الإنسان هو هيكون في
فترة الشباب، ومن هنا في ربما بعض الشباب يمر بمراحل أو فترات إحباط أو يأس أو خلافه أو عدم احتواء من بعض الأسر المحيطة به أو أقاربه أو أصدقائه، فربما بينزوي بعض الشيء وكده. وده طبعا المفروض يعني أي شاب بيمر بهذه المرحلة يطلع بره هذه البوتقة. من هنا كانت رسالة دار الإفتاء إلى الشباب في الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي، قالت إن المسؤول أنت المسؤول عن شبابك فيما أبليته، فاحذر أن تسخر أو تسخر نعمة شبابك في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير. بس شايف يا شباب يعني هما الفيديو طبعا وسيلة حديثة من دار الإفتاء إن هي تخاطب بيها الشباب، ويمكن زي ما احنا شايفين بيبين الآثار السلبية، إن لو الشاب ساب نفسه للأفكار المتطرفة والجماعات الضلال زي ما انت قلت. ولكن أعتقد إن برضو في وسائل أحدث للتعامل مع الشباب ومخاطبة الشباب بشكل كبير. وخلونا يا جماعة نتكلم إن احنا لازم احنا المجتمع نفسه إن هو يسع بعض أو يتحمل بعض، ويمكن دي من أهم الحاجات اللي الفترة الجاية مفترض إحنا نتمسك بيها، والعودة مرة تانية لعاداتنا وتقاليدنا والتراحم ما بيننا بشكل كبير، وإن إحنا نسمع بعض بشكل كبير. وده اللي أشارت له دار الإفتاء المصرية في هذا الفيديو، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وقال إن هو أمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، وحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس، فبتدعو إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودي دعوة لكل شاب وكل إنسان أيضا في هذا الإطار. طيب هنروح لخبر تاني معانا. يمكن احنا ملاحظين ان في الفترة الاخيرة الاحزاب المصرية لها نشاط كبير على ارض الواقع، سواء في التواصل مع القاعدة الجماهيرية او حتى كمان في التواصل بينهم وبين بعض، اللي في الاخر بيكون مفترض ان اهدافهم كلها هي مصلحة البلد والوصول لافضل طريقة لتقديم خدمات افضل للمواطن المصري اللي نزل وانتخبهم او بينتمي لحزب ما. وده بالفعل اللي تم بالأمس بعد ما اجتمع رؤساء وقيادات 7 أحزاب مصرية عشان يحطوا مع بعض ملامح المرحلة الجاية، خاصة وإحنا داخلين على عدد من الاستحقاقات اللي هنتكلم في انتخابات البرلمانية أو تغيير في هذا القانون، بنتكلم في قانون المحليات، بنتكلم في انتخابات مجلس الشيوخ، كلها استحقاقات هندخل عليها في عام 2020. وبالتالي لازم يكون هناك توافق ما بين الأحزاب في كيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات للخروج بالطبع لي بأفضل النتائج. بالضبط، والنقاشات دي جاءت في خلال الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية، وده بهدف استكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية اللي جاية، وأيضا إقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها. خلونا نشوف المزيد حول هذه النقاشات في هذا التقرير. مبادرة مهمة ليس فقط للحوار أو التشاور حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والقوانين الخاصة بها، وإنما لمواجهة ما تتعرض له مصر من هجمات شرسة لتزييف وعي المواطن، وهو ما أكد عليه المشاركون في الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية والذي استضاف فعالياته حزب مستقبل وطن. مستهدف أن يجتمع الجميع تحت علم مصر وأن يقدم رؤية واحدة متفق عليها، حتى وإن اختلفنا في تفاصيل هذه الرؤية، لكن في النهاية أن نعلي اسم هذا الوطن، أن يكون هناك رد على المعارضة الهدامة. لدينا هنا معارضة وطنية محترمة، لدينا أحزاب شرعية تمثل المعارضة الوطنية، هذه الأحزاب لابد أن تتحمل مسؤوليتها، ألا تترك فرصة للمعارضة المتطرفة والمعارضات اللي احنا بنشوفها بشكل غير لائق، واللي احنا عارفين أنها لا تحمل الخير لمصر، وأن هي يعني هدفها الأساسي هدم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. النهاردة بنقول المعارضة لا، تعالوا النهاردة المعارضة وأحزاب المؤيدة موجودة على طرابيزة واحدة بتصيغ روحية واحدة. ويعد هذا اللقاء البداية على أن تعقد جلسات أخرى مع الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية بهدف خلق مساحة من التوافق حول القضايا الوطنية التي تهم الشارع المصري. دي فكر طبعا مهم جدا للمصريين كلهم، إن الأحزاب تبتدي تتوافق مع بعضيها ونفكر تفكير إيجابي للمصالح العامة للبلد. أنا مش عايزين الأحزاب تبقى فيه منافسة بينهم في اتجاهات
حزبية وتحديات بهذا الشكل. عايزين نحط فكر مشترك مع بعض، ايه اللي هنعمله ونقوم ازاي بدورنا الوطني لهذا الوطن. مصر بتشهد تقدم في كافة المجالات وفي كافة المناحي، وبالتالي النظام السياسي والحزبي ايضا يعني يشهد تعديلا بموجب هذه اللقاءات التي نعول عليها الكثير، أن تتحول إلى استجابة للشارع المصري وتستجيب أيضا مع الأهداف الوطنية المصرية. المشاركون أشاروا أيضا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والاصطفاف تحت رؤية وطنية بغض النظر عن اختلاف الرأي واحترام أجندة كل حزب. خلال الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، كان في مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية القادمة وما يتصل بها من مشروعات قرارات بما يتوافق وينعكس على الصالح العام المصري. من مقر حزب مستقبل الوطن، أمل صبري، النيل. الملتقى الثاني للمبدعات العرب انطلق أمس بمحافظة القاهرة وتحديدا مركز الهناجر للفنون، وفي هذا الملتقى بتقوم وزارة الثقافة بتكريم 16 شخصية نسائية خلال الفعاليات، وعفوا هو المفروض النهاردة مش أمس هيتم تكريم 16 من هذه الشخصيات. وهذا الملتقى هو يعد من أحد جسور التلاقي بالفعل بين سفيرات الإبداع في الأمة، وبيهدف إلى خلق حوار طبعا مشترك بين نابغات الوطن من المحيط إلى الخليج. والمفترض أن هذا الملتقى بيتم إقامته في عدد من العواصم العربية، بيكون بالتناوب. شفنا المرة الملتقى الأول كان في بيروت، ومصر أو القاهرة بتحتضن هذه الدورة الثانية. وطبعا يا شهاب احنا عارفين دايما هناك اهتمام كبير جدا بالنساء بشكل عام، خصوصاً العربيات خصوصا المبدعات. طبعا المبدعات هم يعني الأحرى بينا أن احنا نتم الاهتمام بيهم زي ما بنشوف في هذا الملتقى الثاني. طيب الملتقى الثاني اللي هيشهد تكريم 16 شخصية نسائية من المبدعات هتكون من 11 دولة عربية على إسهامهم بدور مهم وملموس في تحقيق إنجازات مميزة في مختلف المجالات، من بينهم على سبيل المثال الدكتورة يمنى طريف الخولي والدكتورة دورية شرف الدين من مصر والشاعرة إباء إسماعيل من سوريا والأديبة ثينا خضر مكي من السودان والأديبة بثينة النصري من العراق والشاعرة والأديبة سلوى خليل الأمين من لبنان. أيضا فعاليات الملتقى بتتضمن مجموعة من الندوات والمحاضرات بالإضافة للعروض الفنية. طيب معنا خبر تاني أو موضوع تاني وهو عن العلاقات المصرية الصينية التاريخية، وعندنا عدد كبير من المنظمات والمؤسسات اللي بتهتم جدا بدعم هذه العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتلقي الضوء على الثقافات المشتركة والمحاور المشتركة بيننا وما بين الصين. وده بالفعل نظمته إحدى المؤسسات الثقافية المهتمة بهذه العلاقات، وده كان في إطار ندوة وصالون ثقافي كان تحت عنوان مصر على خريطة مبادرة الحزام والطريق. خلونا نشوف المزيد حول هذا الصالون وهذه الندوة في سياق هذا التقرير. تحت عنوان مصر على خريطة مبادرة الحزام والطريق، نظمت إحدى المؤسسات الثقافية الداعمة للثقافة الصينية بمصر صالونا ثقافيا حول مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير القرن الحادي والعشرين بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الصيني. احنا كنا بنحاول نعرف الجمهور المصري ايه المبادرة، ايه اللي ممكن يعود على مصر من فائدة، ايه الدور المصري اللي لازم مصر تقوم بيه من اجل يعني الحصول على مكاسب اكثر ومنافع اكثر من هذه المبادرة. واعتقد انه كان هناك صدى جيد، ممثل السفارة الصينية اوضح كثير من النقاط اللي هي مفيدة للرأي العام المصري. هذه المبادرة أعلنها فخامة رئيس شي جين بينغ في 13 يعني 2013، وتم وحصل إلى ترحيب كبير في العالم بما فيها مصر. والآن طبعا البلدين يتعاونان في هذا المجال يعني ضمن
مبادرة الحزام الوطني في كثير من المشاريع ليس فقط الاقتصادية والتجارية أو ما يسمى بالبنية التحتية، ولكن أيضا الفكرية والثقافية وحتى السياحية. الحزام والطريق مبادرة صينية لإنشاء حزام يربط الصين بدول العالم، وتعرف هذه المبادرة بطريق الحرير، وكان لهذا الطريق دورا كبيرا في ازدهار العديد من الحضارات القديمة مثل المصرية والصينية. كما ناقشنا في هذه الندوة لا تقدم الصين منح إلى الدول، ولكن هي تعمل في إطار المنفعة المتبادلة win-win. كيف أن الصين تتعاون مع الدول فتستفيد الصين وكذلك تستفيد الدول التي على هذه المبادرة. سمي طريق الحرير بهذا الاسم لوجود مجموعة من الطرق البرية والبحرية المترابطة مع بعضها البعض، والتي كانت تسلكها السفن والقوافل بين الصين وأوروبا لتجارة الحرير الصيني بشكل أساسي. عبد الحميد صقر، النيل. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ده لا موجود. أنا مش هدخل ده بقى، أنا هدخل. طيب محمد خالد محمد ده شاب حصلت له إعاقة لما كان بيلعب مع صحابه، شفت بقى الدخلة بتاعتي مختلفة ازاي. لما كان بيلعب مع صحابه كرة القدم في الشارع، هو شاب سوري او طفل سوري كان بيلعب مع صحابه كرة القدم في الشارع وشاف جسم غريب راح لعب بيه وشايته، فطلع ان هو قنبلة متفجرة او مواد متفجرة، وده اللي تسبب في اصابته وفقد ساقيه الاثنين، وطبعا عدد من الموجودين كمان اصيب بعدد من الاعاقات، ولكن محمد لم يستسلم وتحدى، بل بالعكس ده تفوق في الرياضة بتاعته، وبالفعل بيعتزم ان هو يدخل اولمبياد طوكيو 2020 لذوي الاحتياجات الخاصة، وبيحاول ان هو خلال هذه الفترة يعمل تدريبات ويكثف تدريبات. يمكن يا شهاب زي ما احنا شايفين يعني احنا عندنا ناس بكامل صحتها وبكامل عافيتها وما بتقدرش تتحدى وان هي توصل للانجاز اللي عمله محمد هذا الطفل، او اصبح بقى شاب سوري اللي فهو عنده 10 سنين اصيب بهذه الاعاقة. عايزين نشير الى هنا الى حاجة برضو، ان رغم ان الاعاقة اللي عند محمد خالد، ولكن ما سلمش نفسه للإحباط، ما قالش خلاص أنا فقدت الأمل، لا يعني أصر وحارب علشان الهدف اللي يوصل له. ومن هنا محمد خالد هذا المواطن أو الرياضي السوري جهز نفسه للاشتراك في لعبة رمي الرمح، وطبعا بيضع أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هتقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2020 نصب عينيه. في 2013 محمد شارك في بطولة العالم لألعاب القوى في فرنسا، حيث حقق رقم قياسي جديد بلغ 14 متر و12 سنتي، وحصل على الميدالية الذهبية. الآن محمد بيريد تثبيت نفسه على الساحة الدولية من خلال المشاركة في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة للتربع على عرش تاريخ الرياضة العالمية. تعلم منه بقى شيء، مثال فعلا ممتاز لكل شاب. منه حاجة. طيب خلونا نروح لخبر تاني. نروح لخبر تاني، ويمكن كلنا متابعين اهتمام العالم كله بالتغيرات المناخية اللي بتأثر بالفعل على الحياة في كل دول العالم. في كوارث كتيرة جدا دول العالم كلها بتتعرض ليها بسبب بس التغيرات المناخية، ومن ضمن الحاجات اللي عاملة أزمة في العالم هي البلاستيك. البلاستيك من الحاجات اللي فعلا الدول العالم بتتجه للقضاء عليها تماما والتعامل معها، لأنها من أسباب كبيرة جدا في التلوث وما يحدثه من تغير مناخي. ويمكن هناك أساليب مبتكرة جديدة لكثير من المخرجين والفنانين إن هم يوصلوا رسالتهم من خلالها، زي ما المخرج الأوكراني فلادي يودي عمل فيلم لرسوم متحركة عشان يوعي الأطفال بقضايا البيئة والتلوث والنفايات بشكل كبير، وأطلق عليه اسم غريب جدا ملفوف البلاستيك، وده بتلعب دوره دمية. احنا يمكن اتعودنا ان في باربي للأطفال، ولكن هذه الدمية عشان تتوافق وتتماشى مع الموضوع سماها جاربج. وبالفعل الفيلم وجه رسالة قوية جدا يا شهاب، فكرة الفن واستخدام الفن لتوجيه رسالة وخاصة للأطفال، ودي نقطة مهمة جدا. صحيح، والفيلم واللي احنا شايفينه معانا دلوقتي
ظهرت على الشاشة مليء بالدلالات، زي مثلا بداية رحلة غابة في من البلاستيك، كانت في البداية بتبدو حلم جميل ولكن تدريجيا بتتحول هذه الغابة إلى كابوس عندما تعرضت لهجوم من قبل سكان من البلاستيك في الغابة. وده احنا شايفين في الفترة الأخيرة العديد من الدول والمتاجر الكبرى ابتدت تتجه إلى استبدال حتى الأكياس البلاستيكية بالورقية، وده طبعا في إطار جهود على مستوى العالم للحفاظ على البيئة والحد لأقصى قدرة ممكنة من التلوث ومسببات هذا التلوث. مخاطبة الأطفال بلغتهم شيء مهم جدا، إن احنا نوصل الرسالة غير إن احنا نقول لهم بشكل جاف لا البلاستيك أخطاره إيه على البيئة، أو النفايات بشكل عام وإزاي التعامل معاها. دي طرق مبتكرة جدا، دايما العالم بيبهرنا بطريقة تفكيره الجديدة في مخاطبة أو التعامل مع أي قضايا، خصوصا هو بيستهدف المستقبل، مستقبل العالم اللي هم بالزبط. الأطفال اتفضل. مشاهدينا الكرام لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح، طبعا هنتعرف دلوقتي على اهم واخر الاخبار الرياضيه. هنروح للزميله ماجده القاضي ونرجع مع حضراتكم نكمل موضوعنا.